هلو هلو، سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وفرحانات دائما. انا جيت وجبت لكم الجديد، ندير لكم فيديو خفيف طريف. اليوم جبت لكم ستاج الاخر، ستاج ديال الوحش بالنسبة لتساقط الشعر. يعني ما كاينش شي حاجة اكثر من هذا الشيء تقدر تدار بالنسبة لتساقط الشعر. كما قلت لكم انا ما تنسكتش وما ترتاحش الا كان عندي واحد لاشوت، ولا كانت عندي بشره بارفيت، يعني تا يونيفورم راضيه على البشره ديالي، او مشكل في الوزن، او اي حاجه. ما تنيقش وما تنرصاش وما تنهداش، يعني تنبغي صراحه تنبغي لا بيرفيكسيون. فتساقط الشعر كنت شاركت معكم بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال العلاجات الطبيعيه او مكملات غذائيه باش تخلصوا من تساقط الشعر. اليوم جبت لكم شي حاجه اللي قويه بزاف، يعني ما كاينش ما تنظنش شي حاجه اكثر من كاينه تقدر دار اكثر، الا لجئنا لدوك الحوايج التجميليه اكثر، بحال البي ار بي، بحال البروفيلو اللي كنصاوبو عند الطبيب ديال التجميل. وللاسف هاد العلاج تيكونوا جد جد مكلفه. كاين علاجات اخرى من بحال كما قلت لكم بي ار بي او بروفيلو او الزرع، ميم راه كاينين العيالات اللي صافي تيأسوا كيرجعوا كيلجؤوا للزرع لزراعه الشعر، ولكن هاد الشيء علاجات جد جد مكلفه طبعا. وإلا كنا وصلنا لواحد المرحله يائسه جدا في العلاجات. لا انا جبت لكم واحد العلاج حتى هو كنشريوه ميديكامون. لانكونفينيون بالنسبه لبنات المغرب هو ان ما كاينش في المغرب، فانا عطاتو لي الطبيبه ديال درماتولوج في المغرب في كازا، ولكن ما كاينش هو في المغرب. قالت لي كيتشرى في فرنسا. بون انا صراحه حيت عايشه في فرنسا ما كانش عندي مشكل باش ناخذو، غير تنقول هذه الملاحظه بالنسبه لبنات المغرب. لقيتوا اللي يجيبوا لكم في فرنسا فراه متوفر وكيتعطى سون زوردونونس. فهاد العلاج اللي هو ستاج الاخر هو البيبونتين والبيوتين من شركه باير. باير راه معروفه عالميا، كنظن شركه المانيا معروفه عالميا بالفعاليه ديال لي برودوي ديالها. هاد لي باري تيتاخذوا في دقه واحده، غنشرح لكم كيفاش تيتاخذوا، ولكن تيتاخذوا بافوا انتراميسكولار، سافو دير كيما تنقولوا حنا في العضل، يعني ما تقدرش تاخذيهم بوحديتك، ضروري تعطيهم لكم فرمليه هي اللي كدق لكم هاد لي باري. فلا فورم ديالهم كيجيو بحال هكذا، وهذا هذا البيبونتين، باردون هذا البيبونتين. انا راه ديجا خديت دي بواط لي تسالا، ودابا راني في هاد لابواط اللي لقيتها البارح، وهادي البيوتين. دونك البنات هادو كنقول لا شوت سيزونيير اللي كتجي موسميه، بحال الفصل الخريف، بحال تبدل عليا الجو، بحال كنت مريضه والحمد لله بريت وبغيت نسترجع الطاقه ديال شعري وديك القوه ويعاود نرجع الانبات ديال شعري. مهم كان بغيت نزيد نقوي الزغبه ديالي في الشتاء، راكو عارفين كيفاش تيكون الجو، كنقدر نلجأ هذا العلاج. الا كان عندي مشكل داخلي، عندي بحال مثلا كنت شاركت معكم فيديوهات سابقه، عندي مثلا نقص فيتامين دي، او عندي الحديد، نقص في الحديد، فقر الدم، او عندي الغده الدرقيه، او عندي تكيس مبايض، او عندي مشكل في الهرمونات، ف ناخد هادو او ناخد اي حاجه ما غادي يديروا ليا حتى شي حل، غير ما نضيعش فلوسي. خصني نعالج المشكل من الاساس، المشكل الجذري، عاد كنكمل كنعاون بهذا الشيء وكنعاون بلي كومبليمون اليمونتير. فالطبيبه اللي عطاتني حيت مشيت شكيت وقلت ليها انا بون كي واخا كيرجع كيعاود يطيح شعري، فعطاتني هادو، قالت لي هادو هما ستاج الاخر فريمون هادو، سينو كما قلت لكم من العلاجات الاخرين الغاليين. وعطاتني قالت لي كملي بالنسبه لعلاج فقر الدم، وعطاتني فيتامين دي واحد لي باري، ماشي غير دي جول، اللي عطاتني حتى هما اي باري كيتاخذوا كنشريهم وكنشربهم. هاد لي باري كما قلت لكم كيتاخذوا بارفوا انتراميسكولير، بعد انه ما تيكونش عندنا شي مشكل اخر داخلي. هادو كيمشيو مباشره ملي كناخذهم، كيمشيو مباشره للدم. عطاتني ناخذهم لمده 6 اسابيع، كناخذو جوج باري من بيبونتين، ابره وحده في دونسين سول بريز، ملي كنبغي نضرب ابره وحده. هادشي اللي كان عندي عطياني جوج من بيبونتين، وحده من بيوتين، كتشدهم لانفيرميير كتحلهم كديرهم في ابره وحده، انجيكسيون وحده، وكتضرب ليا ليبره
ثلاثه المرات في الاسبوع لمده 6 اسابيع كما شرحت لكم. وعطاتني كذلك مع هذا الباري عطاتني فوركابيل، راني كنت شاركت معاكم فوركابيل وهضرت لكم على المزايا ديالو. انا ديجا كنت كنستعملو، قالت لي كمليه لمده 3-4 اشهر. وطبعا كما قلت لكم فيتامين ديال فقر الدم كناخذو، ومعاونه راسي كذلك بالعصائر وبالاكل الصحي و فيتامين د، حيت حنا راكم عارف فرنسا عندنا الشتا كتستمر عندنا مده طويله، دونك عطاتني كذلك فيتامين د. الفعاليه والنتيجه كتبان لكم بيان سور من الاسبوع الاول، ديجا كتبان لي ولا كتبان لكم النتيجه البنات. هذا بون ما غنحتاجش نشكر فيه لانه اصلا معروف، كيعرفوه بزاف البنات في المغرب كذلك. اللي نقول لكم لانكونفينيون ديالو هو ان الشعر تينوض لكم بارتو، مي تنقول بارتو بارتو دون لو كور، بالنسبه على حسب كل وحده والبشره ديالها وعلى حسب النوع ديال الشعر، ولكن تينوض بسرعه. يعني بحال مثلا تتنقيو موستاج ديفي واحد السيمانه كتلقاو عاوتاني ناضي الا كنتو كتاخذوا هادو. لافونتاج هو انه فريمون غتشوفوا الخلفه ناط لكم بسرعه، داك الشعر غيزرع غينوض بسرعه، كتحسوا الزغبه قوات ما بقاتش طايحه ميته. لانكونفينيون وكيطوال الشعر بسرعه كما قلت لكم، ولكن لانكونفينيون هو ان الشعر كينوض لك بارتو، يعني خصك تردي البال، خصك تقابلي لي زيسال، تقابلي موطاج ديفي، تقابلي بون الزغب راكم عارفين اللي كانت كتحيد الزغب عليها بلاصيغ غتستعمليها اكثر. هذا هو لانكونفينيون ديالو. سينو الى تريز افيكاس بالنسبه لتساقط الشعر، بالنسبه للبنات اللي من اللول اللي عندهم مثلا كذلك سوء امتصاص، واخا كياخذوا لي كومبليمون هادي ما عندهم، مشكل في الامتصاص، فهادو كضربيهم كيمشيو مباشره للدم وكيستافد منهم لوكو ديالك، داكشي باش الفعاليه ديالهم كتبان من الاسبوع الاول، كتضرب لمده 6 اسابيع. قلت لكم هادو سون زوردون كيتاخذوا ولكن ما كاينينش في المغرب. دونك هادو جيت شاركت معاكم تجربه ديالي كذلك بالنسبه للبنات اللي كذلك ياسات او بغاو يطولوا شعرهم بسرعه وبغاو الخلفه تنوض ليهم، بغاو ما عندهمش داك الصبر باش نبقى بشويه بشويه. كما قلت هادو بي بونتين وبيوتين من باير راه معروفين جدا، وكنأكد وكنصر على ان ما خصش يكون عندك مشكل داخلي اللي هو فيتامين دي، فقر الدم، غده درقيه، تكيس مبايض، هرمونات، اي حاجه داخليه اللي عندها علاقه بتساقط الشعر ما تكونش عندك، يعني تكوني عالج داك المشكل وتاخدي هادو باش تبان لك الفعاليه. هذه هي البنات حبيت نشارك معكم تجربتي اخر ما كاين واخر حاجه استعملتها وستاج الاخر ديال تساقط الشعر اللي هما هادو لي باري دي بونتين بيوتي. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف على قلبكم، ونكون خفيفه ظريفه كذلك على قلوبكم. والفيديو المقبل غنشارك معكم انني اكتشفت اخيرا شكون هو المشكل اللي عندي انا اللي خلي شعري كان يتساقط وكل شيء مؤخرا عرفته، اللي حاجه اللي كتعاني منها عديد من النساء وحاجه اللي غتمر منها اي امراه كانت في حياتها غدوز بها، فغنشارك معكم. وللاسف ما كيهضروش عليه بزاف النساء، وشحال من وحده مسكينه ما واعياش وكتدخل ديك المرحله ما فاهمه حتى شي حاجه، كتعاني ما كاين حتى شي واحد فاهمها. المهم غنقول لكم غنهضر لكم على هذا الشيء كامل في فيديو مقبل ان شاء الله. هذا هو فيديو اليوم، امسيه سعيده والى اللقاء.